مرحبا، أنا الطاهي المبتكر وهذه هي قصتي. أعيش هنا في قريتي بالقرب من البركان وأبحث دائما عن المكونات الخاصة لعمل صلصات لذيذة وخاصة. وفي يوم من الأيام عندما مررت بجانب كهف بالقرب من البركان رأيت وسمعت شيئا مذهلا حقا. كان هناك أشخاص يعيشون داخل الكهف يزرعون الفلفل من نوع هابانيرو الحار. كيف كانوا يفعلون ذلك؟ كان عجيبا ورائعا. كانوا يزرعون الفلفل هابانيرو في الحمم البركانية، والفلفل حار جدا وحار حتى التوهج كحرارة الحمم البركانية. إنها حمراء ملتهبة وساخنة والدخان يتصاعد منها. وبطريقة ما تمكنت من أخذ بعض الفلفل الحار وعدت بها إلى المنزل وأضفتها إلى الصلصات الخاصة بي. هذه الصلصة جعلت الناس يأتون إلى منزلي من كل مكان لتذوق صلصة حارة ولذيذة فعلا. والآن يمكنني تقديم هذه الصلصة الخاصة مع الوصفة السرية الخاصة بي لجميع عشاق الصلصات الحارة. والذين لا يحبون الصلصات الحارة جدا ليس عليهم أن يقلقوا، لأنهم يستطيعون الاستمتاع بطعم لافا تيست، حيث يوجد مستويات من درجات الحرارة المختلفة لجميع الأذواق. نعم، هناك العديد من الصلصات الحارة، ولكن لافا تيست مختلفة حقاً. إنها صلصة حارة ولذيذة جداً، حارة مثل حمم البركان. تذوق طعم لافا تيست المميز والمصنوعة في سلطنة عمان. جربها، ستحبها وسوف تعود طلباً للمزيد. لتجربة وتذوق صلصة لافا تيست بطعمها الحار الرائع، تواصل معنا على